هند القحطاني توجه رسالة غاضبة لمنتقديها، تعرف على السبب. كشفت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني عن غضبها الشديد، كما وجهت رسالة حادة لمنتقديها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات. وعبرت هند القحطاني عن غضبها بسبب انتقاد الجمهور لظهورها في مقطع فيديو وهي تستعرض كرسيه، حيث اعتبر البعض أن تلك المقاطع جريئة ولا تليق بها كونها تحمل الجنسية السعودية. وقالت هند القحطاني إنها تعتبر نفسها موديل ومن حقها عرض الأزياء، مؤكدة أن تلك وظيفتها وليست هناك أي مشكلة، وملمحة إلى أن مشكلة الجمهور معها ترجع لجنسيتها فقط، غير أنها لا تهتم بهذا الأمر وتعتبر نفسها مثل النجمات التي يرتدين ملابس مماثلة دون أن يتعرضن للنقد والتقريع. كما عبرت هند القحطاني عن استيائها من عدم توقيع حسابها على سناب شات حتى الآن، متسائلة عن المعايير التي يتم على أساسها توثيق حسابات المشاهير عبر التطبيق الأشهر. ورصدت هند القحطاني بعدسة هاتفها المحمول سوء الأوضاع في أمريكا بسبب انتشار مرض عدوى فيروس كورونا، حيث نشرت مقطع فيديو من خلال حسابها على سناب شات. وأعلنت الناشطة السعودية أنها لا تمانع مغادرة المنزل والتجول في الأرجاء، ولكن قد يتم غلق المطاعم والبنوك في أي وقت، وحتى سيتم فرض نظام العمل من المنزل للموظفين الحكوميين. ووصفت هند القحطاني حالة الهلع التي بلغت بالمواطنين بإنهاء الكمامات والمحارم الورقية، معتبرة أن تلك التصرفات غير مبررة ولا داعي لها وتصيب الإنسان بالخوف وكأن هناك مصيبة. وقالت هند القحطاني في المقطع إن الأوضاع في أمريكا باتت سيئة للغاية والوضع وصل إلى حد الجنون وغير مبشر، معلنة أن هناك عطلة تصل إلى 3 أسابيع بسبب انتشار كورونا، مشيرة إلى أنه قد تم تعليق الدراسة بسبب إصابة أحد الطلاب بالمرض. ودائما ما تثير القحطاني الجدل، فقد نشرت مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات ظهرت من خلاله وهي تستعرض صلابة وجودة هاتفها الذكي الجديد، حيث أقدمت على استخدامه كمطرقة لتثبيت المسامير المعدنية في قطعة من الخشب، موضحة أنه لم يتعرض للتلف إطلاقا جراء تلك التجربة، إنما حدثت بعض الخدوش البسيطة في شاشته الواقية الخارجية بينما لم تتأثر شاشته الأصلية نهائيا. وكانت هند القحطاني قد أعلنت مؤخرا أن هناك ناشطة تتعمد الإساءة إليها مهددة بالرد عليها بشكل حازم، علما بأنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الناشطة السعودية في جدال مع نجمة سوشيال ميديا أخرى، حيث تشاجرت من قبل مع خبيرة التجميل بدور البراهيم.